فقت خديت تليفوني كنت رعد. لا سامحهم الله هادوك ماشي صحفيين. بلينا التصويره ديال واحد الطفل في العراق تسعد الامطار لاحقه باقي 3 متر. ربي يا كريم باذن الله تكون القصه ديال ريان. السلام عليكم. تا واحد فينا ما بخير وعلى خير. كاين ربما الناس اللي ما نعسوش نهائيا هاد الليله. انا نعست 3 ساعات من 2 ونص ل 5 ونص. فقت خديت تليفوني كنت رعد. فتحت التليفون كنتمنى يعني داك الخبر اللي كنتظروه كاملين النبأ السعيد. باقي الامل ديالنا في الله سبحانه وتعالى كبير. باقي كندعيو باقي كنطلبوا الفرج الالهي لان من غير الفرج الالهي ما كاين والو. شحال من واحد فيكم كيتواصل معايا يعني باش نعطيه المستجدات بما انني ماشي في عين المكان. ما يمكن ناكد حتى مساله خاصه مني شفنا كيفاش هاد المأساة تحولت الواحد الباب ديال الاسترزاق عدد كبير من الأفراد من الأشخاص. لا سامحهم الله هادوك ماشي صحفيين. خصنا نكونوا قادرين نميزوا بين الصحفيين المهنيين وبين دوك أشباه ماشي أشباه الصحفيين وإنما أشباه البعض. تبعنا كيفاش واحد يعني عطاته لقانا انه يركب لنا التصويره ديال واحد الطفل في العراق مع الصوره ديال البئر ويقول لنا راه جبدوه. شفنا كيفاش يعني تقديرات هكذا بنادم باقي لهم 10 متر باقي لهم تسعد الامطار لاحقه باقي 3 متر يعني الكثير من الاخبار الزائفه. طبعا كنحمل المسؤوليه ايضا لمؤسسات التواصل الرسمي اللي باقي ما عطاتناش معطيات رسميه حول المأساة وحول سير عمليه الانقاذ. بزاف ديال الناس تفاعلوا بشكل ايجابي مع هذوك المتطوعين الشباب ولا الاطفال ايضا. تقدر تكون هذه المساله كتوتلي الصدر ولكن انا بصراحه ما خديتهاش بهذا الشكل الايجابي. يعني كنقدر المجهود ديالهم والله يجازيهم بخير والناس اللي هبطوا يعني الله يجعلها لهم في ميزان الحسنات. ولكن كيفاش نقدروا نتعاملوا مع كارثه بحال هذه بمنطق المتطوعين وماشي المتخصصين. الملاحظة الثانية اللي كنت قاسمتها معكم أيضا هي الأعداد الغفيرة ديال الناس اللي كانوا تما وكيفاش أن السلطات واش ما قدراتش عليهم أو لا يعني في الأول ما انتبهتش لأن هاد المسألة تقدر تكون خطيرة. قدروا نكونوا في مأساة ديال غاية نوليو في مآسي أخرى. دوك الناس اللي واقفين يعني على شفا هذيك الحفرة اللي تحفرات فما فهمتش هاد اللوجيك. أون توكا دابا اللي نقدروا نديروه كلنا يعني انا صحفيه صحيح المفروض انها خص تكون عندي المعلومه ولكن انا ماشي في عين المكان. المؤسسه اللي كنشتغل فيها يعني اوفدت زميلا صحفيا تقدروا تتابعوا الجديد في النشرات الاخبار ماشي بالايقاع ديال مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا هو المشكل لان مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الناس اللي كيتسترزقوا فيها فهما كيعطيك بانه كاين خبر بلا ما يكون خبر. لا نملك الا الدعاء جميعا. لا نملك الا الدعاء اصدقائي. كيف ما قلت لكم أصدقائي الدعاء قد يغير القدر. الدعاء قد يغير القدر. يا رب يا كريم بإذن الله تكون القصة ديال ريان عبرة. تكون القصة ديال ريان كيفاش غنعبر عليها. تكون القصة ديال ريان يعني يكون ريان شاهد على معجزة في هذا العصر اللي ولينا كنعيشوه اللي ما بقاتش فيه المعجزات. نتمنى أن الله سبحانه وتعالى تكون عنده حكمة في أن يطيل لنا عمر هذا الطفل أو عنده كثير من الحكم في أن يطيل لنا عمر هذا الطفل وتحول القصة دياله تكون عندها نهاية سعيدة. ولكن تفتح لنا النقاش حول منطق إدارة الكوارث في البلد ديالنا وهذا الحالة ديال الطوارئ والأمور اللي خصها تكون محضرة باش نواجهه بحال هاد الوضعيات. ندعيو كاملين يا رب يا كريم. نعود لكم واحد الموقف غتسموت وضحك. تفكرت غير أنا وبابا غير داك النهار كان عندنا واحد الأستاذ ديال فلسفة صعيب ماشي أي صعيب الله يذكره بالخير. وكنا أول إعداد داك الساعة وهذاك الأستاذ كلشي كيخاف منه كلشي كيضرب شوفوا كيضرب بدون استثناء بنت ولد الرحق. المهم وكانت عنده واحد الحصة وكان واحد الدرس ديال من أنت ولا من أنا ما عقلتش بالضبط من أنا وقيلة من أنا من أنا بقى. المهم أنا لا
عرفتي تفكرنا غير داك النهار جلسنا كنضحكوا انا وبابا. دخلنا قال لك جبدوا الصفحه الفلانيه راجعوا الدرس غادي ندور عليكم. انا حليت الكتاب انا ما كايناش انا نيبال ما عادش معاك انا بالكل ولكن خرجت مني داك النهار بالتبربيق كليت ثلاثه ديال التبربيقات البنات ثلاثه ديال التبربيقات ما ننساهاش. كان صعيب اختي كان صعيب وحنا والدينا من داك النوع اللي كيعجبهم الحال فاش كناكلوا العصاه ولا من عند الاستاذ تيقول لك لا بغى لك مصلحتك لا ولكن درت علاش سمعوني جبدوا الدرس الفلاني كذا كذا كذا. انا حليت الكتاب ما شفتش فيه ولا كنشوف فيه ولكن انا ما كيناش فهمتوني حتى يجي فوق راسي ما جا غير عندي انا الاولى بدا بيا وقف لي عند راسي ملقي عرفتي غير قال لي هذيك ملقي قلبي تهز من بلاصتو عرفتي كنا كنخافوا منه صعيب 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 ايوا سميت الدرس من انا اسمعوا اختكم شنو الجواب ديالي قال لي ايوا ملقي من انا قلت ليها انت الاستاذة استاذ مازال ما كملتهاش مازال ما كملتهاش تشوف واحد اللي جاي فرر على راسي هاتي عرفتي ما كاينش شي حد ما كلاش من عنده العصا مجتهد كسول ما كاينش شي حد ما كلاش من عنده العصا ولكن هذيك راه عمرني ننسى من انا قلت لي انت الاستاذ عطاني الرق من انا لماك قلت لي انت الاستاذ الفلاني قلت لي سميتو كنيتو هو المفروض نقول انا كائن حي اعيش في وسط بقى حافظه بكثر دوك التبربيق اللي كليت انا الاستاذ لماك خرج عليا بالك نري عرفتي هذيك ما عرفتش علاش ما بغاش تنسى ليا ولكن داك الموقف نعاود لكم فيه حتى نعيا ولكن راه موقف يعني فاش كبرت وتنتفكروا من غير كبرت كلشي ميت عليا بالضحك كلشي مات عليا بالضحك ديك من انا تنقول ليه الدرس سميتو من انا باش نجاوب تنقول ليه انت الاستاذ عرفتي راه هذيك ما نسيتهاش اما كاينين كوارث شوفوا ما حلاها وقت والله شوفوا كنهمك همك غير تجيبي نقطه زويله همك غير شنو تاكلي شنو تلبسي شنو ديري شنو سميتو والضحك وهذا كانت زوينه ديك الوقت الله يسمح لي الله يسمح لي غادي وكتخيب وكتبسال وكل ما كتاخدي المسؤوليه كل ما كتصعب عليك الحياه وكل ما اللذه ديال الحياه ما كتبقاش. مجله لالا العروسه اخبار حصريه بجوده عاليه لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الأخبار.